بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بمشيئة الله تعالى في المحاضرة السادسة بعنوان اقتران جواب الشرط بالفاء. اقتران جواب الشرط بالفاء. فإذا لم يكن جواب الشرط فعلا مضارعا ولا فعلا ماضيا، أو كان أحدهما ولكن تعذر تأثير أداة الشرط فيه، لمانع يمنع من ذلك، يؤتى عند ذلك بفاء يسميها النحاة الفاء الرابطة بين جواب الشرط وما قبله. فاء وقع في جواب الشرط تدخل على الجواب وتربط جواب الشرط بالشرط. من هذه الموانع أقول مثلا لن وما وقد وحرف التنفيذ، حرف التسويف، حرف التسويف السين أو سوف. كذلك إذا كانت الجملة اسمية، إذا كانت جملة جواب الشرط اسمية أو كانت طلبية ففي قوله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. طبعا نلاحظ هنا وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. الجملة هنا فإذا هم يقنطون الجملة هنا اسمية، لذلك وجدنا الفاء موجودة. إذن من الحالات التي تقع فيها الفاء في جواب الشرط إذا كانت جملة جواب الشرط جملة اسمية. فإذا هم يقنطون، أقول مثلا إن أتيت إلي اليوم فأنت مكرم. إن أتيت إلي اليوم فأنت مكرم. أنت مكرم جملة اسمية وقعت في جواب الشرط، لذا دخلت عليها الفاء. كذلك إذا كانت الجملة طلبية، والطلب له أنواع كثيرة، منه الأمر، النهي، الاستفهام، التمني، النداء، الدعاء، العرض، التحضيض، كل هذه أنواع للطلب. فأقول مثلا إن أخطأت، إذا كنت أخاطب شخصا، إن أخطأت فاعتذر. جواب الشرط هنا جملة فعلية، فعلها يدل على الطلب، اعتذر فعل أمر، والأمر نوع من أنواع الطلب. أيضا إذا كان فعل جواب الشرط فعل جامد، إذا كان فعل جواب الشرط فعلا جامدا، والفعل الجامد هو الذي لا يتصرف ولا يأتي منه الأزمنة الثلاثة، أقول مثلا إن تتعب اليوم فعسى أن ترتاح غدا. هذه هي جملة جواب الشرط، وقع في صدر جملة جواب الشرط الفعل عسى، وهو من الأفعال الجامدة، لذلك اقترن جملة جواب الشرط بالفاء. أيضا من الحالات التي تقترن فيها جملة جواب الشرط بالفاء إذا سبقت بما، أقول إن تجتهد فما نجاحك بعجيب، اقترنت الجملة بالفاء. أيضا إذا سبقت بلن، من يستقم فلن يندم. أيضا إذا سبقت الجملة بحرف السين أو سوف،
أقول مثلا من يسر على الدرب فسيصل، فسيصل. اخترنا جواب الشرط، اخترنا جواب الشرط بالفاء لأن جملة جواب الشرط مسبوقة بالسين، أو فسوف يصل، أو فسوف يصل. نتحدث عن نقطة أخرى الآن، وهذه النقطة تتعلق بجزم الفعل المضارع الواقع في جواب الطلب، جزم الفعل المضارع الواقع في جواب الطلب. أقول مثلا اجتهد تنجح، اجتهد تنجح. لماذا جزم الفعل المضارع تنجح؟ لماذا جزم؟ لأنه وقع في جواب الطلب. أين الطلب؟ فعل الأمر اجتهد، فالأمر نوع من أنواع الطلب، فإذا وقع الفعل المضارع في جواب الطلب يكون مجزوما، يكون مجزوما. إذا وقع الفعل المضارع في جواب الطلب يكون مجزوما، والطلب كما قلنا له أنواع كثيرة، منه الأمر والنهي والاستفهام والتمني والدعاء إلى آخر الأنواع التي ذكرناها آنفا. نتحدث الآن عن حكم المضارع المقترن بالفاء أو الواو، أو بالواو الواقع بعد جواب الشرط. حكم المضارع المقترن بالفاء أو بالواو الواقع بعد جواب الشرط. إذا جاء بعد جواب الشرط حكم المضارع، أتحدث عن حكم المضارع المقترن بالفاء أو بالواو، أي المسبوق بالواو. إذا جاء بعد جواب الشرط المجزوم فعل مضارع مقرون بالفاء أو مسبوق بالواو، جاز فيه الجزم عطفا على الجواب والرفع على الاستئناف، والرفع على الاستئناف، كما جاز فيه النصب على إضمار عن المصدرية الناصبة. إن تذاكر بجد تنجح في الامتحان فيفرح بك والدك. يجوز في يفرح الأوجه الثلاثة التي ذكرت، يجوز في الفعل يفرح وهو الفعل المقترن بالفاء، يجوز فيه ثلاثة أوجه: إما الجزم عطفا على الجواب، وإما الرفع على الاستئناف وكأنها بداية جملة جديدة، وإما النصب على إضمار عن المصدرية الناصبة. أكرر هذا الكلام مرة أخرى، أقول إذا جاء بعد جواب الشرط المجزوم فعل مضارع، هذا الفعل المضارع مقترن بالفاء أو مسبوق بالواو، أو مسبوق بالواو، في الفاء أقول مقترن وفي الواو أقول مسبوق بالواو، جاز فيه الجزم عطفا على الجواب أو الرفع على الاستئناف أو النصب على إضمار عن. ومنه أيضا قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. نتحدث أيضا عن حذف الشرط، حذف الشرط أو الجواب. يجوز حذف فعل الشرط في المواضع الآتية: إذا وقع بعد إن المدغمة بلا النافية، نحو قل خيرا وإلا فاصمت، والتقدير قل خيرا وإلا وإن لا تقول، لا تقول فاصمت، قل خيرا، قل خيرا وإلا فاصمت، والتقدير قل خيرا وإن لم تقل فاصمت، وإن لم تقل فاصمت. أيضا يجوز حذف فعل الشرط وأداته إذا دل عليه دليل، والدليل هو سياق الآيات الكريمة في قوله تعالى: فلما تقتلوهم ولكن الله قتلهم، والتقدير إن افتخرتم أو ما في معنى بقتلهم فلما تقتلوهم ولكن الله قتلهم، يستدل به على المحذوف. ويجوز حذف الشرط بدون الأداة إذا وقع بعد من المتلوة بلا النافية، المتلوة بلا النافية.
من أكرمك فأكرمه، ومن لا فدعه، أي ومن لا يكرمك. جواز حذف جواب الشرط، جواز حذف جواب الشرط. يجوز حذف جواب الشرط إذا وجد ما يدل عليه، كما في قوله تعالى: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، والتقدير فابتغي. هنا إن أداة شرط، واستطعت هذا فعل الشرط، أين جواب الشرط؟ جواب الشرط محذوف وتقديره فابتغي، أو أقول مثلا فافعل. أيضا من الحالات التي يجب فيها حذف جواب الشرط إذا كان فعل الشرط ماضيا واكتنفه ما يدل على الجواب المحذوف، نحو أنت إن اجتهدت في دروسك مجتهد، التقدير أنت إن اجتهدت في دروسك فأنت مجتهد. فواجب حذف جواب الشرط لدلالة الضمير المنفصل أنت عليه، ولكونه جاء سابقا لفعل الشرط الدال على الزمن الماضي. أيضا إذا تقدم جواب الشرط قسم دال عليه، كما في قوله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين، تم حذف جواب الشرط من الآية لأن القسم أحق بالجواب منه. فالقسم إذا سبق الشرط كان الجواب له دون الشرط، لأن جواب الشرط خبر يجوز فيه التصديق والتكذيب، في حين جواب القسم لا يحتمل إلا الصدق، أو لا يجوز فيه إلا الصدق، لذلك كان أولى من الشرط بالجواب. والتقدير: إن تبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين، فيكون حينئذ الجواب للشرط، والدليل على أن الآية قد سبق فيها القسم الشرط أن اللام المتصلة بعد الشرط لام القسم الموطئة له، والتقدير: والله لئن اتبعت. أيضا يجب حذف جواب الشرط إذا كان فعل الشرط ماضيا وتقدم ما يدل على الجواب المحذوف، نحو: أنت تستحق الجائزة إن تفوقت، والتقدير: إن تفوقت فأنت تستحق الجائزة. فحذف الجواب لوجود القرينة الدالة عليه، والتي سبقت فعل الشرط، أيضا يجوز حذف فعل الشرط، وجوابه معا، وإبقاء الأداة فقط إذا دل عليهما دليل، أقول مثلا: من ساعدك فساعد، وإلا فلا، والتقدير: وإن لم يساعدك فلا تساعد، يعني من ساعدك فساعده، وإلا فلا، أي وإن لم يساعدك فلا تساعد، ومنه قول الشاعر: قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن، أي وإن كان فقيرا معدما أرتضي به. بهذا نكون قد انتهينا من المحاضرة.